مهرة مهرة، عايزة حاجة يا لولي؟ بقولك ايه، ما تيجي نعمل فشار وكيكه ونتفرج على فيلم الافلام المملة بتاعتك؟ بكرة انا مزاجي مش رايق. عشان بتختاري غلط. الحكاية مش حكاية زيدان بيه عشان معاه فلوس وخلاص. أمال الحكاية إيه بقى يا ست لولي؟ الحكاية يا ستي إن زيدان بيه ما عندوش مشاكل، كله محلول. وبعدين الحكاية مش حكاية فلوس، الفكرة إن دماغه حلوة، يعني لو دخل في أي حوار هيعرف يسلك منه بالطريقة اللي هو عايزها. بلا زيدان بلا جابر، أنا قفلت البيبان على الاتنين خلاص، وشوية هرجع مهرة اللي انتوا اتعودتوا عليها. قومي افتح الباب لسحر واعملي لنا فشار يا ست لولي. ماشي. مالك فيكي ايه؟ انا تليفونك قلقني. بختك الحمد لله زي الفل اهي، دي حاجه حصلت تاني؟ الدكان فتح تاني. انت اللي غاويه وجع دماغي يا صاحبتي، ما انا قلتلك 100 مره الحب صعب، ما احناش قده، خليكي في السهل اللي يخلي الدنيا حلاوه. عيبك انك تموتي في الاستعباط، وانا متاكده ان انت اكتر واحده فاهمه اللي وجعه. فاهم وربنا فاهم، بس ده مش وقت وجع. اديكي شفتي لما الدنيا اتدربكت فوق راسنا مين اللي وقف جنبنا؟ مش المستر ولا اللي سابك بقى وهرب؟ انا بحبه قوي. معلش. خير، ختمك حلو. داير كام؟ يا زمن، مين يقدر يحصلك؟ مين يقدر يكسر المسافات اللي هناك في الجبل واللي هنا بين البيوت؟ مكتوب على واحد الغربة، ومن يهرب من المكتوب؟ وانا صغير كنت فاكر ان الحمل شيلة، لقيتني انا الشيله والحمل جوايا، ومين يقدر يشيل؟ اديني محبوس في الليله، لا قادر ابقى جنب امي ولا قادر ابقى عريس. اللي قال ان كل جواك صدق، واللي قال صدق في نفسك صدق.